إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم كما رأيتم من العنوان: كيف نفرق بين ذكر وأنثى طائر؟ الكوكتيل اللاتينو. بعد أن تبلغ الطيور 7 أشهر أو أكثر، نستطيع تحديد جنس الطائر سواء ذكر أو أنثى. أقل من هذا العمر يصعب تحديد جنس طيور الكوكتيل، 7 أشهر فأكثر. نبدأ في لون الوجه عند الذكر. يكون لون الوجه عند ذكر طائر الكوكتيل اللاتينو باللون الأصفر، وتكون مساحة اللون الأصفر أكبر وأوسع مقارنة بالأنثى. تحديد جنس اللاتينو بطريقة سهلة جدا، وهي بواسطة الخطوط الموجودة على الجناح أو على الذيل باللون الأصفر. عند الإناث لا تظهر هذه الخطوط بالعين المجردة، تحتاج إلى إضاءة جيدة حتى تظهر هذه الخطوط. تحديد جنس الطائر من خلال سلوكه وتغريده. عادة ما يكون الذكر اجتماعيا أكثر من الأنثى، حيث الذكر دائم التغريد ومتفاعل مع مربيه، كما يقوم بتحريك جناحيه كثيرا. أما الأنثى تكون هادئة، لا تقوم بأي حركات تقريبا، ونادرا ما نسمع تغريده